العلم حياة الروح، به يضيف الإنسان إلى عمره عمراً آخر، فيبقى حياً في هذه الدنيا حتى وإن وارى جسده التراب، تبقى ذكراه في قلوب الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها علم ينتفع به. فنحن لازلنا نتذكر العلماء وإن لم نعش معهم، وإن كانوا قد ماتوا منذ أزمان بعيدة. وصدق الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى حين قال: الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فعش بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. لقد امتلأ كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالحديث عن العلم، وبالحديث عن فضل طلبه وفضل أهله، حتى أن القرآن الكريم وردت فيه لفظة العلم بجميع مشتقاتها أكثر من 700 مرة. العلم سبب لتفضيل الإنسان، فالله عز وجل لما خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له بيّن أن سبب هذا التفضيل هو العلم، فقال سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فالله عز وجل فضل آدم بالعلم، ولهذا رفع الله عز وجل درجة العلم والعلماء، فقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل المشتغلين بتعليم العلم للناس، أي علم كان، أي علم ينفع الأمة ويعلي من قدرها ويعزز من نهضتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر، ليصلون على معلم الناس الخير. هكذا يرفع العلم أهله. وصدق الشاعر حين قال: العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. إن أول ما خلق الله في هذه الدنيا القلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما خلق الله القلم، فقال: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. والقلم أداة الكتابة، والكتابة وسيلة من وسائل اكتساب العلم، كما أن الله عز وجل أول ما أنزل على رسوله عليه الصلاة والسلام قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي هذه الآيات أمر الله عز وجل بالقراءة، والقراءة وسيلة من وسائل اكتساب العلم. هنا إشارة من الله عز وجل إلى أدوات اكتساب العلم، وهي إتقان القراءة وإتقان الكتابة. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم أصحابه هاتين الوسيلتين، فحرص على أن يعلمهم القراءة والكتابة. ومن أبرز مواقف حرصه
أنه جعل أسرى بدر يعلمون أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وجعل ذلك فكاكا لهم من الأسر. لهذا كان على كل أحد أراد أن يكتسب قدرا كبيرا من العلم والثقافة أن يتقن القراءة والكتابة، لأنها أهم أدوات العلم. لكننا في عصر لم تعد القراءة والكتابة وإتقانهما هي الأداة الوحيدة لاكتساب العلم، فنحن اليوم قد منحنا الله سبحانه وتعالى أدوات حديثة، وينبغي علينا أن نتعلم استخدامها وأن نستثمرها في زيادة علومنا ومعارفنا وتنمية ثقافتنا. ولذلك حري بالواحد منا أن يتعلم استخدام الحاسوب الآلي حتى يستخدمه في البحث ويجعله وسيلة لاكتساب العلم، أن يتعلم كيف يبحث على شبكة الإنترنت، فقد وضع فيها علم كثير سينفعه بإذن الله عز وجل في مجال تخصصه وفي غير مجال تخصصه. ينبغي أن نستغل ما آتانا الله عز وجل وما جعله لنا في هذا الزمان من أجهزة ذكية يستطيع الإنسان أن يستخدمها لينمي علمه ويطور ثقافته. فإذا اكتسب هذه الأدوات كلها استطاع أن ينال من العلم والثقافة حظا كبيرا. قال الشاعر: أعز مكان في الدنيا سرج سابح، وخير جليس في الزمان كتاب. القراءة هي أعظم وسيلة لاكتساب العلم والثقافة، بالرغم أن كثيرا من الدراسات والإحصائيات تشير إلى انخفاض معدلات القراءة بين الناس في وطننا العربي، وخاصة من الشباب، لأنهم انشغلوا بالوسائل الحديثة باستخدام الأجهزة الذكية وغيرها. كيف نحبب القراءة إلى أنفسنا؟ يقولون أن أدنى معدل للإنسان حتى يكون مثقفا أن يقرأ كتابين في كل شهر، لكن كثيرا من الناس ربما كانوا دون هذا المعدل، فكيف نحبب القراءة إلى أنفسنا؟ الأمر الأول: خصص لنفسك وقتا يوميا للقراءة، واجعل القراءة في حياتك أشبه ما تكون بوجبة رابعة لا تتخلى عنها أبدا. خطط لتنمية ثقافتك، وحدد الكتب التي تحتاج قراءتها في مختلف مجالات العلوم. زر المكتبات وانظر إلى عناوين الكتب، وحدد الكتب التي ستقرأها في عامك هذا. خذ ورقة واكتب عناوينها، قل سأقرأ في مجال كذا كتاب كذا، وفي مجال كذا كتاب كذا. فتحديدك لهذه الكتب لا يجعلك ضائعا في مجال القراءة، بل أنت تعرف ماذا ستقرأ. ابدأ القراءة بالمجالات التي تحبها، لأن قراءتها ستكون سهلة على نفسك، ولن تصاب بالملل حين تقرأ. خذ معك كتابا إلى أي مكان تذهب فيه. ونحن في هذا العصر ربما نستغني عن هذا، فالواحد منا يستطيع أن يستخدم جواله بدلا من الكتاب، فضع في جوالك عددا من الكتب وقرأها كلما سنحت لك الفرصة. استفد من أوقات الانتظار في أي مكان، وافتح جوالك وقرأ ونمي ثقافتك. زور المكتبات كثيرا حتى تألف نفسك رؤية الكتب وتأنس بها، بل وحاول أن تبني لنفسك مكتبة في بيتك تستفيد منها أنت وأسرتك. اجعل القراءة جزءا من حياتك، وسافر من خلالها في رحاب العلم والمعرفة، واحيا في هذه الدنيا بجمال الروح.